مساءكم سعيد وحلقة جديدة من ستات ما بيعرفوش يكذبوا. أرقام تليفوناتنا 23 23 ورقمنا الأرضي بيظهر على الشاشة. والنهاردة بداية الأسبوع، يا رب يكون أسبوع جميل ونشيط علينا كلنا. وفي البداية اسمحوا لي أحيي صديقتي الجميلة منى اللي بقالنا فترة ما تقابلناش، 3 أيام وحشتيني جدا فعلا. 3 أيام عدوا تقال، الواحد تعود يشوف أصحابه كل يوم مش كده؟ كل يوم وانتي جميلة. والنهاردة كمان عايزين نقول انه او الأسبوع كله هيبقى احتفالات لفنانتنا الجميلة اللي ربنا يبارك في عمرها ويخليها، الفنانة شادية، وما زالت بتتألق على عرش الأغنية الوطنية خلال 3 سنوات اللي فاتوا. يا حبيبتي يا مصر، هي الأغنية الأولى فعلا في التحرير وفي كل الشوارع في كل الميادين. الحقيقة الإذاعة المصرية النهاردة في قنواتها المختلفة بتحتفل بالدلوعة. شادية هي كانت دلوعة الشاشة المصرية ودلوعة الغناء، عملت أغاني وطنية زي ما منى قالت. فضلت يا حبيبتي يا مصر الأغنية الأقرب إلى قلوب كل المصريين، عملت أقوى من الزمان. أما بقى أغاني الحب لما كانت صغننة في الأفلام والبنوتة الدلوعة فحدث ولا حرج، محدش يقدر ينسى أغاني شادية. إحنا من شاشتنا النهاردة، شاشة الستات ما بيعرفوش يكذبوا، بنقول لها كل سنة وانتي طيبة يا دلوعة الشاشة الفضية ومصر. صحيح. طيب. نبتدي أخبارنا النهاردة، عندنا سلسلة من الأخبار اللي مهمة جدا، مهم نبدأ كمان الحديث فيها. أول خبر بيتكلم عن أنه وزارة البترول أعلنت أنها مع وزارة الداخلية خلال شهر إبريل حينتهوا من توزيع كروت السولار والبنزين، وأنهم لغاية النهاردة وزعوا 4.5 مليون كارت سولار وبنزين عشان العربيات تروح تاخد البنزين بتاعها. في الخبر المهم في الخبر ان هم مش هيحددوا كميات البنزين وهيفضل بنفس سعره، ولكن لفتره مؤقته. يعني بيقولوا ان بعد كده يا اميره يمكن يزيد سعر البنزين او يتشال الدعم من عليه، هيتباع بسعر التكلفه. ليه؟ لانه مصر او وزاره البترول قيمه استهلاك، بس عايزه اقول ايه، قيمه المواد البتروليه في ميزانيه الدوله 200 مليار جنيه. لما بنبيع المواد البترولية دي للمستهلكين، وزارة البترول بتلم 70 مليار جنيه، إذن في 130 مليار جنيه دعم بتدعم بيهم الدعم الدولة المواد البترولية. عظيم. لما الكروتة البنزين دي أو السولار هتخلي الآتي، النهاردة اللي عنده كارت يقدر يروح أي محطة بنزين ياخد أي كميات، لكن قريب جدا هيعملوا حاجتين. الحاجة الأولانية إنهم هيحددوا كميات البنزين اللي تاخدها العربيات، لان ده بنزين او سولار مدعوم، الكمية ونوعية العربيات. يعني انا اعتقد انه العربيات الالف سي سي والالف ومتين والالف وستمية هتفضل تحصل على البنزين المدعوم، لكن اعتقد ان العربيات الفارهة الغالية اللي اصحابها، واحنا بنقول من حقهم جدا انهم يستمتعوا بعربيات غالية، لكن ايضا من واجبهم انهم يدفعوا ثمن البنزين بسعر التكلفة وما يحملوش الدولة اعباء، لان الفرق ده هيخش لعموم جماهير المصريين، ومن ثم نبقى بنعمل العدالة الاجتماعية. انت عربيتك غالية ومبسوط بيها واحنا فرحانين لك، تدفع البنزين بسعر التكلفة، واللي محتاج ومش قادر وعايز خدمات يبقى فيه فلوس الدولة بتكفله بيها هذه الخدمات. دي الفكرة اللي أنا شايفاها منطقية جدا. عارفة طبعا أصحاب العربيات الغالية هيتقمصوا لأنهم ساعات بيحبوا يكوشوا على كل حاجة، لكن مش عادل بصراحة. يعني هو احتمال يعني يترفع الدعم شوية. يا سيادة أستاذ شريف إسماعيل وزير البترول قال للوطن المصري اليوم أن الترشيد ده أصبح يعني ضرورة حتمية أن هم يرشدوا في الفترة اللي جاية عشان ياخدوا الفرق ده لإصلاح التعليم والصحة والبنية الأساسية للمجتمع. احنا محتاجين فعلا نساعد، بس يا رب تعدي على خير وتعدي على خير بالنسبة للحكومة. عارفة ليه هتعدي على خير؟ لأنهم لن يقتطعوا من بق الفقير ولا بق متوسط الحال ولا بق محدود الدخل. إنما الأغنياء والأثرياء ومتوسط طبقات العليا في الطبقة المتوسطة اللي عندها فوائد واللي بتستمتع بحياتها بأشكال مختلفة، ربنا يبارك لها يا رب. دول هيدفعوا ثمن هذا الاستمتاع. ليس عادلا إن الدولة تدعمهم، يعني ما بقاش شاري عربية مش عارفة بكام ألف جنيه واطلب من الدولة إنها تدعمني بسعر البنزين. لا، بجميلة بقى، أنت شاري عربية غالية تدفع ثمن البنزين بسعر التكلفة علشان يبقى المجتمع بيستفيد بالفرق ده في خدمات مهمة، عشان يبقى المجتمع صحي وآمن بجد، ما يبقاش مليء بالتوترات.
الخبر الثاني الخبر الثاني ان الصحيفه الفرنسيه ليبراسيون بتقول ان سياده المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه اصبح منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي بطلا قوميا في مصر. واضافت كمان ان وسائل الاعلام المصريه بتصفه بهذا اللقب ان هو البطل القومي، واصبح صوره موجوده في كل الشوارع، واصبحت حتى تجاره لبعض الباعه الجائلين ان هم بيشيلوا صوره وبيحملوها في كل مكان. وقالت كمان الصحيفة اليومية الفرنسية ان الغالبية العظمى من المصريين اللي عانت من اكتر من 3 سنين منذ الثورة الشعبية اللي اطاحت بحسني مبارك سنة 2011 بتدفع السيسي للترشح للانتخابات، على الرغم من ان في صحيفة كويتية يا اميرة قالت انه يعني ان هو هيعلن ترشحه قريب، لكن المتحدث الرسمي قال لا، لما يجي وقت الترشح هو هيعلن بذلك عن نفسه بكل قوه. طيب. خلوني الحقيقه الموضوع ده انا مهتميه اقول في حاجه اوضحها، يمكن احنا بنسمع كتير قوي من بعض الناس عن ان المصريين يصنعوا الفرعون، عشان المثل الشعبي بتاعنا يا فرعون قال ايش فرعانك ما لقيتش حد يردني، المصريين يصنعوا الفرعون، انتوا عمالين تحبوا في السيسي قوي، تحبوا في السيسي قوي وتكبروه وتعلوه وكذا، انتوا تصنعوا الفرعون، وكانهم بيقولوا لنا ولما تصنعوا الفرعون ويستبد بيكم ما ترجعوش تشتكوا لان انتوا اللي عملتوا كده. ايضا البعض الاخر بيتصور ان هذا نفاق، المصريين بينافقوا السيسي، والحقيقه انا أحب أوضح المسألة دي شوية. يا جماعة أدي جريدة الليبراسيون الفرنسية عرفت تقرأ المشهد المصري قراية صحيحة، المصريين لا بينافقوا السيسي ولا بيصنعوا الفرعون، المصريين شايفين أنه تحول إلى بطل قومي، إلى بطل شعبي. المصريين طول عمرهم عندهم أبطالهم الشعبيين. امتى الواحد يبقى بطل شعبي او امتى يبقى بطل قومي؟ عندما يقدم من وجهة نظر المصريين خدمات جليلة للوطن، عظيمة للوطن، فيصدقوه ويصدقوا انه بيحبهم، ويصدقوا انه هيدي الوطن من حياته، ويصدقوا انه منحاز ليهم. هنا المصريين بيحبوا هذا الرجل، سواء بقى السيسي او غيره، بيحبوه لدرجة انه جزء من تراثنا الشعبي، بيغنوا باسمه على الربابة ويقولوا في الموالد ويسموا عيالهم بيه. هذا ليس نفاق، افهموا نفسية المصريين كويس. الليبراسيون بتقول ان السيسي لو اترشح هياخد نسبة كبيرة جدا من الأصوات، وأنه ربما من يتصوروا أنهم سينافسوه أو يصلحوا للترشح لرئاسة الجمهورية سينسحبوا من المعركة. كمان بتقول يا أميرة أنه سواء اللي ورد ده في الجريدة الكويتية صحيح أو غير صحيح، أنه هو المصريين بيشبهوه بجمال عبد الناصر مؤسس مصر الحديثة وبطل العروبة وحركة عدم الانحياز، فسواء ده صح أو غلط هو بالنسبة هو على فكرة عايز أقول لك حاجة، مش حد الدكتاتور معاهم ظلمهم فهم بيخافوا منه، بيخافوا من الكربات، ولا احنا مضطرين ننافقه بالزبط، ولا هو محتاج نفاقنا، ولا احنا بنصنع يعني فرعون بالزبط، ولا احنا عايزين نصنع فرعون. لما يبقى في فرعون الشعب المصري مش هيقبل الديكتاتوريه. ودي نقطه مساله مهمه جدا، قرايه المزاج او النفسيه المصريه. يا جماعه ما تحسسوناش، يعني الفرنسويين عرفوا يقروا المشهد المصري، ما تحسسوناش ان انتوا قد كده غرب وبعاد عن المصريين بحيث انكم مش قادرين تفهموا نفسيتهم. وخلوني اقول لكم حاجه تدعم اللي احنا بنقوله، قريه بالاقصر تبني تمثالا للسيسي، ده خبر في المصري اليوم النهارده، بيقولوا ان هم جم عملوا تمثال بدائي من الجبس للمشير السيسي وحطوه على مدخل القريه. ليه؟ القريه دي ما بتنافقش السيسي، ويمكن السيسي عمره ما سمع عن اسمها، او لو سمع عن اسمها الخبر هيعدي. ليه هم عملوا كده؟ قالوا احنا حسين علي عبد الرازق صاحب الفكره قال احنا بنعيش في قريه فقيره، وبجد لو كان عندنا جواهر ثمينه كنا صنعنا منها التمثال. ليه يا عم حسين؟ ليه بتعمل تمثال للسيسي؟ بتنافقه ولا بتصنع الفرعون؟ قال لا، احنا كصعايدة بنعشق الرجل القوي اللي بيتحدى الصعاب من اجل وطنه وعزة اهله وكرامتهم. وقال هو مش بس احنا بنحبه لانه ساند ثورة الشعب، لا، احنا بنحبه وبنحترمه لانه وقف ضد امريكا وتركيا والغرب. إذن هنا هذا الرجل الذي صنع التمثال أو صاحب الفكرة عنده وجهة نظر، اللي يحافظ على كرامتنا الوطنية
نحط على دماغنا من فوق، لا نفاق ولا زفلطة، ده موقف عاطفي وجداني حقيقي. كمان شارك في صناعة التمثال ده صاحب قهوة، يعني راجل يعني أرزوقي يوم بيوم، يعني ساهم في صنعه، وبيقول يعني للسيسي توكل على بركة الله، لأن الصعايدة يعني مستعدين إن هم يعتبروا نفسهم على قوة الاحتياط في الجيش المصري بكبارهم عواجزهم بشبابهم بكل ما يملكوا، هم على قوة الجيش المصري، فيعني تحيا الصعيد فعلا يعيش. لا، وقال جملة كمان مهمة قوي يا منى، قال بيخاطب السيسي بيقول له شعبك يجوع يوم ويشبع يوم. ليه؟ لأننا المهم نعيش بكرامة، وده اللي ناس كتيرة قوي حاولت تشرحه، بتقول المصريين لما يؤمنوا بقائد ويبقوا مصدقين إنه هيشد بلدهم لقدام، هيخلي مستقبلهم أحسن، هيدعم أو مستقبل أولادهم، بقى نربط الحزام ونشد على نفسنا ونستحمل ونقاوم ونبني بلدنا ونعيش بكرامة. دي رسالة من الأقصر، بلد الحضارة المصرية، رسالة من صعيد مصر للي مش فاهمين نفسية لا مصر ولا المصريين. عندنا ايه تاني؟ عندنا الخبر بقى الرابع، انه تحذير من مصانع بير سلم، واحنا كنا فتحنا الفايل ده قبل كده كتير، انه بوابة الاهرام بتقول انه مصر فيها 1000 مصنع غير مرخص، وان الاسواق مليانة بمستحضرات التجميل مجهولة المصدر اللي بتأثر على المصريين وعلى صحتهم وعلى جلدهم، مع افتقاد المنظومة الرقابية، مفيش اي رقابة على هذه المنتجات اللي بتوصل بسهولة جدا لايد المستهلكين. والدكتور محمد البهية عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل بيقول إن التهريب وغزو منتجات الصين والدول جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى مصانع بير السلم ده اللي نشرها بصورة غير شرعية في مصر وبتوصل لإيد المستهلكين بلا رقابة. مصانع بير السلم، الخبر اللي في إيدنا ده بيميز بين نوعين من المصانع، مصانع تصنع منتجات عالية الجودة لكن ما عندهاش ترخيص من وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة من وجهة نظر الخبر حتى شروط صارمة للتراخيص، فبتنتج منتجات عالية الجودة لكن ما عندهاش ترخيص، وبالتالي مش قادرة تنافس ومش قادرة تصدر ومش قادرة كذا. ومصانع تانية بتنتج مواد بالغة التأثير السلبي على الجلد وعلى صحة المصريين، وأحيانا بتجيب عبواتها من تدوير الزبالة اللي هي العلب والكراتين والأزايز اللي ترمت في الزبالة. القصة في منتهى الخطورة، أنا كمستهلك مش هيبقى عندي قدرة على التمييز بين المصنع اللي بدون ترخيص الذي ينتج منتجات عظيمة والمصنع اللي بدون ترخيص الذي ينتج منتجات بلغة السوق. إذن لابد من وجود رقابة، ولابد من وزارة الصحة تعيد النظر لهذا الموضوع، تبص في ملفات المصانع دي، في منتجاتها، في طبيعتهم، اللي فعلا بينتج منتجات فائقة الجودة عليها انها تسعى انها تديله ترخيص وهو يستوفي ورقه، اما اللي بتنتج منتجات خطيرة على صحة المصريين تقفلها وتحبس اصحابها او تقنن اوضاعها، لان دخلها هيساهم في دخول ضريبة لمصر. انا اللي بينتجوا، لا انا بقول الحاجات اللي بينتجوا غير شرعية. لا انا بقول اللي بينتجوا منتجات خطيرة على صحة المصريين، خطيرة خطيرة يبقى لازم يتقفلوا، انما اللي بينتجوا منتجات كويسة بس ورقهم مش مقنن، هو ده اللي انت بتقولي عليه، ده اللي لازم يقنن، لانه حرام نضيع جهد ناس بتعمل شغل كويس، وفي نفس الوقت حرام نسيب ناس بتنتج منتجات خطيرة بتبوظ صحة المصريين. وكده احنا النهاردة بما اننا بنتكلم عن الصحة، فهنفتح ملف مهم شاغل بال كل المصريين، وانا هسيب البداية من عند منى. احنا هنتكلم عن الانفلونزا، يا ترى اعراضها ايه؟ يا ترى الانفلونزا الخنازير موجوده حقيقي ولا لا؟ ويا ترى اعراضها زي الانفلونزا العاديه؟ في ناس وزاره الصحه بتقول ان هي اصبحت تحور الفيروس بتاع انفلونزا الخنازير لدرجه ان هو اصبح فيروس موسمي، يا ترى ده الكلام ده صح ولا لا؟ او ايه اعراضها؟ في ناس بتقول اعراضها مش بتبقى زي الانفلونزا العاديه، مفيش راني نوز، مفيش، لا هي بتيجي رعشه، بتيجي مش لازم يكون في رشح ولا التهاب في الزور، يعني هنشوف الموضوع ده الكلام فيه والرغي فيه كتير، يا ترى هي في انفلونزا خنازير ولا لا؟ وفي ناس بتموت بيها ولا اللي بتقول وزاره الصحه؟ بيوتنا المصريه مشغوله جدا، اي بيت اي حد بيعطس فيه او يجي له شويه برد او درجه حرارته ترتفع شرطه أو شرطتين، البيت بينشغل جدا، لأنه في حوار أو صراع بين جهات مختلفة، كل واحد بيقول حاجة.
في وزارة الصحة بتقول عندنا انفلونزا عادية وليست وباء وما تخافوش، نقابة الأطباء بتقول عندنا المرض تحول إلى وباء وفي بعض الأطباء ماتوا من العدوى. الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ عندنا انفلونزا تحولت لوباء ولا ما عندناش؟ وإذا كان عندنا انفلونزا وباء وانفلونزا ما وباءش، الانفلونزا العادية بتاعتنا، إيه الفرق بينهم؟ يعني أنا لازم كده يبقى فيه توعية على كل الفضائيات وكل الجرائد، يا جماعة خدوا بالكم لما الحرارة تطلع أشك في انفلونزا الخنازير، لما الكحة من غير بلغم أفك أشك في انفلونزا الخنازير، لما ما يبقاش فيه عطس أشك في انفلونزا، يعني لازم ينبهونا. فتقوم الأم أو الزوجة أو الأب اللي عنده حد في البيت عنده انفلونزا يراقب الأعراض، لما شكوكه تتزايد 1 2 3 4 بيرجح إنه عنده انفلونزا الخنازير أو الطيور أو الفيروس المتحور ينبه، لو ما عندوش يبقى ما فيش داعي للقلق اللي يقعد ينهش في قلبنا وهو مش حقيقي. وهل لو عنده فعلا انفلونزا الخنازير هل ممكن ان هو يتعافى منها ولا هي فعلا قاتله يعني بتؤدي للوفاه؟ هنعرف كل ده ان شاء الله. انت عارفه ان انا ليله راس السنه انا دلوقتي وانا بقرا السكريبت ده قلت على فكره انا غالبا كان عندي الانفلونزا اللي بيقولوا عليها دي. ليه؟ لان انا كنت قاعده في امانه الله في بيتنا على الكنبه بتفرج على التلفزيون وفجاه حسيت كان قطر خبطني، ابتدى جسمي يوجعني جدا، كل فتفوته بجسمي بتوجعني بتعمل الم في الصدر، وحسيت بالم رهيب في صدري يعني زي ما اكون اتضربت سكينه كده. اوكي وبعدين اخر ميه واترعش 5 6 ايام بترعش، وانا باخد بقى ابتديت اخد مضاد حيوي وادويه للرش. طيب مش معقول عدت كده من غير ما اما لا يعني انا ابتديت اكلم دكاتره فابتدوا يقولوا لي طب حاسه بكحه طب خدي دواء كحه خدي مضاد حيوي. تمام. بس انا ما جاش في بالي وقتها الكلام ده، خدي بالك من شهر تقريبا وازيد ممكن المضاد الحيوي يقدر ما كانش في حوار بقى حوالين انفلونزا الخنازير وما الخنازيرش دي، بس انا قعدت 5 ايام اترعش، سناني اتخبط في بعض، ينزل من جسمي ميه تبل هدومي من فوق لتحت، درجه حرارتي تطلع وتنزل، فاهمه؟ كحه رهيبه جدا وانا مش فاهمه. اظن فلازم يقولوا لنا، يعني انا شخصيا ارجح ان الانفلونزا دي ما دام انا خفيت ولسه قاعده برازيكو كده يبقى غالبا الانفلونزا دي بيخفوا منها، يقولوا لنا ايه يعني ازاي نقدر نخف منها وازاي نتجاوزها، وهل بالادويه العاديه ولا عايزه أدوية مخصوصة. دي فقرتنا الأولى النهاردة. وهجي هيكون ضيفنا كمان، نقول بس ضيفنا كمان هنقول ضيفنا قبل طيب يلا عندنا في الفقرة دي فقرة حقيقة الأنفلونزا القاتلة في مصر، هيكون معنا دكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة والتحاليل الطبية. اللي عنده بقى أسئلة، اللي عنده شكوك، اللي عنده أي حاجة يتصل بينا في التليفون أو على صفحتنا طبعا على الفيسبوك. ها وصفحتنا على الفيسبوك عشان يا جماعة يعني نقطع الشك باليقين وتبقى الناس كده إيه تمام التمام. الجزء الثاني بقى أو آخر فقراتنا النهاردة وهي فقرة جميلة جدا، بس أنا بدور على الورق عشان أقول كلام مظبوط. سلام. فقرتنا اسمها سلام من مصر بالصيني. يوم الثلاث الجاي في منطقة القلعة السياحية هيتعمل احتفالية مصرية صينية كبيرة باسم سلام من مصر. حضراتكم لو تفتكروا كان من فترة عمل احتفالية سلام من مصر في سهل حشيش، وهي احتفالية بنحاول فيها نروج لفكرة السياحة، احنا بنخاطب السياح بنقول لهم مصر آمنة ما تخافوش، الأحداث الإرهابية اللي هنا أو هناك دي موجودة في العالم كله، أمريكا ما قفلتش لما حصل أحداث سبتمبر، لندن ما قفلتش لما حصل انفجار في المترو، أسبانيا ما قفلتش لما حصل انفجار في القطر، دي أحداث عادية وإحنا بنخاطب السياح وبنقول مصر آمنة وعندنا قدرة على الفن والغنى والرقص والطبل ونشر ثقافتنا وحضارتها. سلام من مصر بالصيني. ايه بقى اللي حصل في سهل حشيش خلى الفقره الرساله دي تتعمل تاني في القلعه؟ ده اللي منى هتقوله. الحفلات اللي كانت في الحفله كانت في سهل حشيش حضرتها السيده شان دونغ يون المستشار الثقافي للسفاره الصينيه، وعجبتها الفكره جدا بتاعت الليله دي اللي هي اتعرفت فيها على الفن الشعبي وجماله، وفكرت ان هي كمان تجيب فرقه صيني فيها استعراضات وفيها فن شعبي صيني لدمجه مع الفن المصري، ويتعمل فعلا زي ما اميره قالت حفله متنظمه في المنطقه السياحيه بالقلعه 3 ايام. 3 ايام في احتفاليه هنشوف فن مصري وفن صيني. طب ايه بقى حكايه رساله سلام من سهل حشيش دي؟ وراها
بطلة مصرية أو بيسموها الجندي المجهول، مين بقى منمن؟ طبعا السيدة سهير عبد القادر، وهي كانت شرفتنا قبل كده، وهي ليها تاريخ سينمائي جميل، وكانت طبعا مدير لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لكذا سنة، ومدير للمهرجانات بمحافظة البحر الأحمر، والحقيقة عملوا احتفاليات هناك في سهل حشيش، وكان فيها فرق موسيقية كتير، وحضرها عدد من الإعلاميين والمحطات الفضائية والمحلية والعالمية اللي نقلت الاحتفالية، وكانت بدعم من وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، وبتقول بتأكد انها ما كلفتش الدوله مليم واحد، وكل ده كان بمجهودات السيده سهير عبد القادر صاحبه الفكره. عشان اروج للسياحه في مصر لازم اوري الناس رؤى العين، اوري شركات السياحه، اوري السفراء والمراسلين الاجانب، اوري الدنيا كلها ان مصر قادره على نشر حضارتها باشكال مختلفه. ده اللي اتعمل في سهل حشيش، ويوم الثلاث هيتعمل في الاوبرا في القلعه. وحب اقول لكم كمان ان المشروع ده مش هيقف عند حدود كده، ده هيلفه كل محافظات مصر. عشان ناكد الرساله بتاعه ادخلوها بسلام امنين، تعالوا عندنا ستجدوا احلى جو، احلى اثار، احلى امان، احلى فن، احلى ابداع. ما فيش يعني مصر الحقيقه في سوق السياحه دوله غير يعني قابله ان حد ينافسها، لا حد عنده اثارنا ولا سواحلنا ولا طيبه شعبنا ولا خفه دمنا. يعني مين ضيوفنا منى؟ حلاوه شعبنا وخفه دمنا. مين ضيوفنا واحنا بنقدم الفقره دي؟ ضيفتنا في فقره احتفاليه سلام من مصر بالصيني سيده شان دونغ يون، المستشار الثقافي للسفاره، والاستاذه سهير عبد القادر، والورقه مش معانا، والاستاذ معانا والورقه اهم النهارده، الورق لطيف جدا معانا في الاحتفاليه دي. زي ما منى قالت، المستشار الثقافي للسفاره الصينيه بالقاهره السيده شان دونغ يونغ، وهي اللي كانت حضرت في سهل حشيش وقررت تجيب فرقه صيني تشارك في الاحتفاليه، وهيبقى فرصه اننا كمان نكلمها عن الصين. معانا كمان الاستاذه سهير عبد القادر، المنسق العام لاحتفاليه سلام من مصر. بس هنطلع. انا بتاسف لها لان انا وانا معديه في الفي اي بي ما شفتهاش، ما كانتش وصلت، فانا خفت تكون ما جاتش، وانا اقول ان هي كانت. هنطلع فاصل ونرجع نبدا فقرتنا الرئيسيه عن صحيح حقيقة الحال، هل عندنا الانفلونزا قاتلة ولا ما عندناش، وبعد الشر عنا بعد الفاصل. هل عندنا في مصر الانفلونزا قاتلة؟ يعني هل ما يسمى بالانفلونزا الخنازير ولا الطيور ولا الاثنين على بعض ولا الفيروس المتحور خلى في وباء الانفلونزا بحيث ان الناس بقت مرعوبه؟ هل وزاره الصحه بتقول كلام دقيق؟ هل نقابه الاطباء بتقول كلام دقيق؟ هل اشاعه انه المدارس اتاجلت عشان الانفلونزا القاتله، والناس الامهات تاخد الكلام وتردده من ودن دي لودن دي، هل احنا عندنا المشكله دي ولا دي من انواع المبالغه ويمكن عدم فهم الظاهره وحقيقتها؟ موضوع مهم جدا وبيهم كل البيوت. اسمحوا لنا نناقشه النهارده مع ضيفنا الاستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح، استاذ المناعه والتحاليل الطبيه. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا استاذه اميره. اهلا يا استاذه منى. وطبعا المقدمه تغني عن السؤال، يعني الحقيقه ايه؟ هل في ذعر اجتماعي فعلا زي ما قالت وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه، ولا في حقيقه الامر في فعلا انفلونزا خنازير وطيور وغيرها؟ لا، ليس هناك ما يسمى انفلونزا الخنازير خالص. اللي موجود حاليا هو انفلونزا موسمية. هذه الانفلونزا الموسمية موجودة في العالم كله، مش عندنا بس. هل هي جديدة علينا؟ لا، هي H1N1. تحولت، هو يمكن واخدين الاسم H1N1 وفاهمين ان هو، لكن تغيرت جينيا خالص وبقت حاجة جديدة وتحولت الى انفلونزا موسمية. وهذه الانفلونزا الموسمية معمول منها تطعيم اوريدي، يعني التطعيم أوكي. اللقاح اللي موجود معمول من نفس السلالة اللي هي H1N1، ولم يحدث فيها طفرة تؤدي إلى أن هي تنتشر بشكل وبائي. يبقى دي نمرة واحد. طب إيه اللي عمل الهيصة دي كلها؟ اللي عمل الهيصة دي كلها الحقيقة حاجتين. نمرة واحد، الإنكار اللي حصل في البداية من وزارة الصحة. نمرة اتنين،
انه في ناس مسؤولين بتطلع بتقول انفلونزا الخنازير وانفلونزا الخنازير وانه دي انفلونزا عاديه ولا انفلونزا. انا مش فاهم يعني ايه عاديه ويعني ايه يعني. انا حقيقه بأصدم جدا. طب صحيح ما حضرتك لازم تشرح لنا يعني ايه انفلونزا عاديه وانفلونزا مش عاديه، يعني ايه ايه الكلام ده مقصود بيه؟ ده غير علمي، غير علمي. الانفلونزا انفلونزا، بس نقدر نقول ايه بقى؟ نقدر نقول ان هناك فرق بين الانفلونزا وبين البرد. طبعا هي ده الاثنين واحنا اتكلمنا قبل كده. الاثنين مختلفين عن بعض. الانفلونزا ايا كان بقى نوعها لابد ان تكون فيها حراره اكتر من 38. لابد تكسير في الجسم بشكل اللي انت كنت بتوصفيه بقى وقاعد على الكنبه وبعدين بتلاقي شويه احتقان في الزور. تلاقي ايضا كحه وسعال بيبدا جاف وبعد كده يجي بلغم. الرعشه مثلا رعشه طبعا مع الحراره ده طبيعي. الـ 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 في الحاله دي ينبغي ان الواحد ياخد باله ان دي انفلونزا. انفلونزا مال احنا في مصر بنقول على كل حاجه انفلونزا. ده خطا. البرد خطأ. بقى ايه حكايته؟ البرد تلاقي من شرطتين او شرطه لنص درجه مش اكتر من كده. راني نوز راني تلاقي مناخير سايبه، تلاقي شويه احتقان في الزور، تلاقي ممكن شويه ممكن انسداد في الانف احيانا. طيب سؤال يا دكتور، حضرتك قلت البرد درجة الحرارة ترتفع من شرطة شرطتين لنص درجة. تمام. لكن الانفلونزا تصل ل 38. تمام. فأكثر. يعني فأكثر. ممكن فأكثر. ماذا لو كانت أعراض الانفلونزا بس درجة الحرارة ما ارتفعتش كده؟ ما تبقاش انفلونزا. ما تبقاش انفلونزا. خلي بالك في أكثر من 20 فيروس ممكن يسبب انفلونزا لايك سيمتومز اللي هي أعراض شبيهة بالانفلونزا. 20 فيروس. 20 فيروس من بتوع الجهاز التنفسي يدولك نفس الأعراض. يعني عندك كثير جدا الراينو فيروس الريسبيراتوري سنسيتي حاجات كتير قوي. الحمد لله انا مش عارفينها. جائزه كبيره وربنا الحمد لله مش عارفين الفروق. الحمد لله. هل الفيروس تمحور او تحور يعني دكتور وما بقاش ياثر فيه التطعيم العادي الموجود؟ بالعكس الناس ما خدتش تطعيم، واحنا هي دي النقطه بقى الثالثه اللي خلت الموضوع يصل الى هذا الحد، انك ما بتتكلميش عن الموضوع بدري. المفروض الكلام عن هذا الموضوع ما يبقاش في فبراير. فبراير يناير وفبراير ده البيك قمه المنحنى. مش بيبدا من شهر 9 تقريبا، من اكتوبر من شهر 9. يعني بتطعم مثلا الناس اللي بتطعم مره اكتر واحده تروج للتطعيم وتدعونا ليه كل سنه منى وهي تطعم واحنا لا. بجيب البيت كله جهله بقى ما لازم نتطعم. لا لازم تطعم. كل الناس بتعمل لان خدي بالك من نقطه مهمه جدا، هو ان التطعيم يقي، هو أهم حاجة للوقاية من الإنفلونزا. يعني دي نمرة واحد. نمرة اتنين أن هناك مجموعات بقى، إذا كنا بنقول لكل الناس تطعم، هناك مجموعات دول لازم يطعم. اللي هم مين بقى؟ اللي هم نمرة واحد الحوامل. أي واحدة حامل لازم تطعم، لأن الإنفلونزا مع الحمل بتعمل مضاعفات خطيرة جدا. وساعتها ما تقدرش تاخد ما أدوية. أدوية. في بيبقى في كده، سوري يا دكتور معلومة عامة، لا الحامل ما حدش طعم. ده خطأ. ما عشان كده نقول لها بقى بالظبط. ده مفهوم خاطئ. الحاجة التانية اللي هي الأشخاص اللي عندهم حساسية في الجهاز التنفسي أو ربو أو أي حاجة بالزبط. من الحاجات المزمنة دي الناس اللي عندها مشكلة في المناعة بالجيوب. زي مرضى السكر والأشخاص اللي عندهم دول كلهم لازم يتطعموا. لازم كل سنة في أكتوبر، وكل سنة مش خد التطعيم السنة اللي فات يبقى خلاص كل سنة. لأن كل سنة بتختلف السلالات عن بعض. نمرة اللي بعد كده الناس اللي عندهم أمراض مزمنة في الكبد والكلى أو غيره أو القلب الأشخاص اللي بيشتغلوا في الرعاية المركزة، الدكاترة اللي بيشتغلوا ممرضات. حضرتك جبت لنا سؤال مهم جدا. هل طبعًا. فعلا في دكاترة اتصابت بالأمراض ماتت أو ماتوا بسبب حسب اللي قالته وزارة الصحة إن في اتنين بس هم اللي ماتوا والأسباب يعني. بسبب إنفلونزا اللي هي الموسمية H1N1. أنا بقولش خنازير لأن هم بيقولوا خنازير وأرجو إن يتصحح هذا المفهوم. لكن النقابة بتقول لا في أربعة وتوفوا، بس مش عارفين توفوا من إيه. كون أربعة يموتوا في خلال شهر، أربعة دكاترة يموتوا في خلال شهر، دي حاجة question mark لازم بالزبط. يتشاف ويتعمل تقرير مفصل إيه أسباب وفاته. فدي نقطة يعني مهمة. طب خليني أفكر ببساطة، الدكتور اتعدى مش كده؟ يعني الدكتور اللي مات ده غالبا اتعدى.
من مريض عنده الـ H1N1 ده، صح كده بقولها اسمها كده؟ اه هايل. طيب من مريض عنده الـ H1N1، هل معنى ان الدكتور مات ان المريض الاصلي يكون مات؟ لا، لانه ده بيختلف مناعة كل واحد عن التاني. دي حرب بين اتنين، صحيح. بين فيروس وجهاز مناعي. اذا انا جهاز المناعي سليم، طب هقول لحضرتك حاجة، الانفلونزا بتصيب حوالي 5% من عدد السكان على مستوى العالم. خلاص كل سنة في الولايات المتحدة في 380 ألف شخص بيخشوا مستشفى بسبب الانفلونزا. فتخيلي منهم 36 ألف بيموتوا. انا كنت هسأل حضرتك اللي بيعدي منها نسبة 36 ألف الانفلونزا العادية. العادية يا جماعة، ولا خنازير ولا بطبيط. العادية مالكو. يبقى حتى لو الأشخاص ماتوا فيبقى في سبب. السبب دائما انه يكون اهمال في اسلوب العلاج، او انه في مرض مزمن يؤدي الى مضاعفات وما بيلحقش العيان انه هو ياخد التامي فلو او العلاج المفروض مضاد الفيروس في وقت مناسب، او انه الـ في حاجة يعني جديدة جدد بالنسبة لأسلوب علاجه أو كده، ملحقش ياخد جهاز تنفس صناعي كذا وطيبر يعني الحاجة. طيب تمام. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نستأنف حوارنا مع حضرتك حوالين حقيقة الانفلونزا H1N1 بعد الفاصل. هاي اعتمادا على اللي قاله ضيفنا الاستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعه والتحاليل الطبيه، بنطمن كل المصريين ما فيش حاجه اسمها انفلونزا خنازير. عندنا الانفلونزا اللي اسمها H1N1، ودي انفلونزا موسميه وتطعيماتها موجوده، المفروض الناس كلها تتطعم في سبتمبر، وبالذات بعض المرضى لبعض الاشياء اللي قالها الدكتور ومش عايزين نعيد كلامه. يبقى اذا ما فيش اي ضروره للفزع. ومعانا تليفونات من جمهورنا. قبل ما ناخد التليفون كمان يا اميره، في ناس تقول انت متطعمه بس بردتي، خدتي دور برد. اوكي، بس ما خدتش دور يموتني. ايوه بالظبط، يعني جاي مخفف فما خدتش الطريقه. وعلى فكره المجموعات اللي قلناها لو ما خدوش ممكن ياخدوا في اي وقت، يعني مفيش مشكله. ممكن يعني مش لازم شهر 9 اللي فات. مفيده تطلبني ها انت عندك برد ليه مش خدتي التطعيم؟ اقول لها ما هو كان هيبقى اقوى عليا بس التطعيم هو اللي خففها. معانا اول تليفون استاذه نجاح من الايوبيه. مساء الخير. اهلا، مساء النور يا اختي. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. الحمد لله. كيف الاحوال عندكم؟ الحمد لله كويسين بخير. الحمد لله. انا بصراحه بسمع الدكتور دوت بيريحني نفسيا. تمام. لان كل الناس تطلع يقول لكم مفيش علاج، مفيش مش عارفه ايه، خلوا بالكم. انا عن نفسي جالي توتر. بالظبط. لا احنا من خلال برنامجنا بنطمن كل ايوه انا سمعته امبارح برضه في برنامج ريحني. يعني انا دلوقتي حاليا ماشي عندنا رشح انا واولادي وبرد كحه بسيطه. فهل دلوقتي انا مش عارفه اروح مثلا لدكتور بطن او دكتور انف؟ في حراره حضرتك؟ لا مفيش اي حراره. تمام. يبقى هو ده برد. الليمون والراحه والجنزبيل وتستنشق ميه وملح. انا عندي يعني انا عندي في الجيوب الانفيه فيها مشاكل شويه. لا طبعا ده انا بقى مش عارفه اروح لدكتور بطنه ولا اروح لدكتور انف واذن. لا لو الجيوب الانفيه يبقى انف واذن. وبعدين ما اعرفش اذا كانت المناعه عندي يعني جديده او ضعيف انا واولادي، لان انا اتخضيتي ليه؟ متعلمه يا نجاح. ما تتخضيش، طالما مفيش جيوبك الانفيه بتوجعك روحي لدكتور انف واذن. انا بصراحه من ساعه ما بسمع برامج ثانيه انا لا ما تخافيش. اسمعينا احنا بس. أيوة. اسمعينا احنا بس هتطمني ما تقلقيش. شكرا ليك يا نجاح. من معانا معانا الاستاذ عماد من القاهره. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ اخباري الحمد لله. اتفضل. احنا هنتكلم في موضوعين اثنين، اللي هو ال H1N1، وهنتكلم على مشروعات المصانع المتعثرة. لا حضرتك ممكن تعلي صوتك، صوت بعد شوية. استاذ عماد الصوت بعد. هكلمك في الموضوعين اللي انت اسبتهم دلوقتي. حاجة جميلة جدا. اتفضل. وبنشكرك. هنتكلم في الموضوع الاولاني اللي هو المصانع اللي تحت السلم. كويس. المصانع اللي تحت السلم دي عاملة مشاكل جامدة جدا للمصانع الكبيرة، لأن تكلفة المصانع الكبيرة والعمالة اللي عندها والمصانع الكبيرة دي بتدفع تأمينات وبتدفع ضرائب وتعين ناس والتانيين ولا حاجة خالص. فطبعا السعر المنافس بتاعهم غير منافس خالص. أنت تكلفتك لما تكون تكلفتك في الشهر
غير لما يبقى تكلفتك في الشهر نص مليون جنيه. طيب واحنا معنا يعني الدكتور عبد الهادي مصباح عشان يسمعك يعني في موضوع الانفلونزا، عايز تقول ايه حضرتك؟ وبالنسبه لموضوع الانفلونزا، احنا دلوقتي عندنا شوان ان 1 وفي انفلونزا الطيور. طب هي ليه ما حددوهاش ان هي انفلونزا الطيور؟ ايه المبرر؟ ما هو هي كلها انفلونزا، وهي في الغالب انفلونزا الطيور اكتر منها انفلونزا اتش 1. لا لا، ليه؟ لان احنا اساسا كدوله اسلاميه ومصر ما فيهاش خنازير زي ما احنا متخيلين عشان تعمل الوباء. استاذ ايمان حضرتك طبيب؟ انا مش طبيب، انا صاحب شركه بتكلم بخصوص المصانع المتعثره وبخصوص انفلونزا الطيور. لا فندم، انا بس بحاول افهم الخلفيه بتاعت حضرتك مش اكتر. لا انا من ضمن المستثمرين اللي الدولة ضحكت عليهم، من ضمن المستثمرين اللي الدولة ضحكت عليهم وقالت لهم ان في مشروع قومي لمحاربة انفلونزا الطيور ايام مشكلة انفلونزا الطيور، فجبت كل استثماراتنا وحطيناها في مشروع تكلف 45 مليون جنيه، والنهاردة احنا مش عارفين ننافس في السوق. ليه؟ ننافس في السوق ازاي؟ احنا في قانون 70 كان طالع ممنوع تداول الدواجن الحية خالص عشان انفلونزا الطيور. وبعدين خلي بال حضرتك ان منظمة الصحة العالمية لو اقرت ان مصر موجوعة سواء في انفلونزا الطيور او انفلونزا خنازير، دي مشكلة على مصر، لا هتصدر ولا هيجيلك سياحة اساسا، ومع ذلك لا القانون بيتطبق ولا البلد بتساعد المستثمرين زي ما هم بيقولوا. حضرتك كده فتحت لنا ملف مهم جدا استاذ عماد، وبنشكر حضرتك. احنا نتمنى اننا نفتح ملف مش بقى على حضرتك ان انت استثمرت في 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 مقاومه الانفلونزا الطيور، لا عموما المستثمرين والصعوبات اللي بتقابلهم واطلاق قدراتهم التنمويه في السوق وقدرتهم على المنافسه، ده ملف مهم نتمنى اننا نبتدي نشتغل عليه، ومتشكرين لحضرتك. معانا تليفون تاني مهم جدا دكتور عادل خطاب. ثانيه يا دكتور، معانا دكتور عادل خطاب استاذ الامراض الصدريه بجامعه عين شمس وعضو اللجنه العليا لانفلونزا الطيور. مساء الخير يا دكتور. الو الدكتور، يمكن مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور احنا سامعين حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. دكتور عادل، هل احنا عندنا فعلا انفلونزا وبائيه يا فندم؟ دكتور عادل؟ لا احنا ممكن حضرتك تسمعنا من التليفون وبس. انا بتكلم من التليفون يا فندم ولغيت التلفزيون خالص. ايوه كده، ايوه اتفضل. طيب احنا بس ما عندناش انفلونزا وبائيه خالص، وانا عايز قبل ما اجاوب سؤال حضرتك هجاوبه اعلق على حاجه، لان انا سمعت المقدمه في الاول ويمكن كنت بعيد عن التلفزيون. اتقال في المقدمه ان الفيروس اتحور. انا معلش بعلن وبكل مسؤوليه على عهده منظمة الصحة العالمية أن فيروس الـ H1N1 لم يتحور. تمام، احنا كانت مجرد تساؤلات يا فندم. هو طرح يا فندم، بعض الناس قالت كده. يا فندم حضرتك ما كنتش موجود واتقال في المقدمة. تمام يا فندم. اوكي يا فندم. دكتور عادل احنا بنشكر حضرتك، لانه احنا لما قلنا ان الفيروس تحور قلنا البعض يقول، وكنا عاملين الحلقه والفقره وحوارنا مع الدكتور عبد الهادي للتاكد من صحه هذه المعلومه من عدمه. دكتور عبد الهادي نفاها وحضرتك اكدت النفي على مسؤوليه وزاره منظمه الصحه العالميه. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور عادل. وما زال معنا تليفونات مهمه. دكتوره اميره وهي عامله ماجستير في انفلونزا الخنازير. مساء الخير يا دكتوره اميره. مساء النور يا حبيبتي. اتفضلي حضرتك. عايزه اكد على كلام الدكتور دكتور عادل خطاب ولا دكتور عبد الهادي مصباح؟ سمعانا يا فندم؟ التليفون عمل عندها هولد، معلش. فسمعنا المزيكا. دكتوره امينه انت معانا ولا تطلبينا تاني؟ لطيفه برضو يعني لطيفه.
طيب طيب دكتورة أميرة بعد ما تكون معانا تاني دكتور كان انت كان ليك تعليقات على طبعا هو بيقول عرفنا ان هي مش انفلونزا الطيور. طبعا انفلونزا الطيور نقدر نحددها ونحدد الجينيتك سيكونسينج بتاعتها اللي هو التكوين الجيني للفيروس والسلالة اللي هي H5N1. ما في يعني ما فيش في الحالات اللي جت والحتى اللي توفت ان دي انفلونزا. انا لفت نظري حاجه فضل. قال هو استاذ عماد يعني هو محق في كل ما يقول وكيف يرى العالم يعني سؤال. انا واحد من اللي الدوله ضحكت عليهم وقالت هنعمل مشروع قومي لمكافحه انفلونزا الطيور وبعدين ما حصلش. لا هل هو يعني السؤال بتاعه بتاع مين قال انها مش انفلونزا الطيور؟ هل هو سؤال مرتبط باستثماراته في المصنع وانه عايز يقاوم يعني ولا انا بس ما بتهمش حد انا بحاول افهم؟ معرفش بس اللي اقدر اقوله لك انه الحاجات دي قابلة للتشخيص بشكل ديفينيتيف يعني قاطع يعني ما ينفع. هو برضو قال معلومة مهمة قال احنا في مصر ما نقدرش نقول ان عندنا الانفلونزا الطيور ولا خنازير عشان ده يضرب السياحة والتصدير والبيت. لا 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 عشان منظمة الصحة العالمية هذا الكلام لا يحدث. اولا الخنازير ملهاش دور خالص في نقل العدوى. كويس. يعني نقل عدوى انفلونزا دلوقتي الكلام ده كان زمان قبل 2009 لما حصل البانديميك او الوباء العالمي. كانت بدايته ان جه من الخنازير. كويس. لكن بعد كده ده هيومن تو هيومن بني ادم لبني ادم. هل وارد انه يكون في مصر وباء مرضي والحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية جميعهم يتوطأوا ويخفوا الموضوع؟ ما يقدروا. ده بيبقى نأكد للناس الكلام ما ده ما يقدروا لأن أصبح دلوقتي العالم كله متواصل كله معري معري لأن ده بيضر كمان الناس اللي عاملة مشروعات الدواجن. طب أقول لحضرتك على حاجة تاني. أنت عارفة دلوقتي أن في نوع من الإنفلونزا الطيور في الصين. انا مش عايز بس اعمل يعني خوف للناس ان بس هي في الصين بس انفلونزا الطيور H7N9 نسبتها عالية جدا بس بتنتقل من الطيور الى البني ادمين. اكيد الصين اكيد الصين عامله شويه بيتعاملوا معاها شويه واحتمال ان هي تتنقل فالمسائل بتتعرف على مستوى العالم وبتتعرف جات منين وراحت فين. دي مستحيلة. طيب. رجع معانا دكتورة أميرة تاني وهي عاملة ماجستير بنأكد تاني في انفلونزا الخنازير. مساء الخير دكتورة أميرة. مساء النور يا حبيبتي. أنا دكتورة أميرة معايا ماجستير أطفال وعاملة رسالة بتاعتي عن انفلونزا الخنازير. تمام. وأيام ما كنت شغالة في مستشفى الحميات العباسية. تمام يا فندم. فأنا بس كنت عايزة أفهم بس حاجة. هو أنا طبعا بأكد على كلام الدكتور اللي كان بيتكلم دكتور المناعة. هو التحور اللي حصل هي نفسها انفلونزا الموسمية بس اللي حصل كان تحور في الخنازير فطور الخنازير بس الانفلونزا بتتنقل من الإنسان للإنسان عادي ومش خطيرة لأن دي دلوقتي بقت الانفلونزا الموسمية تحور يعني في تحور في الفيروس ولا لا؟ مثلا H3N2 هي السنة دي بقت H1N1. دكتور عادل خطاب بيقول ان احنا قلنا ان احتمال يبقى في تحور في الفيروس ده كلام صحيح ولا من 2009 ولكن يكون في تحور في الفيروس ان هو بقى اعنف شويه. طيب. يعني بتاكدي اعنف شويه ده اللي انا قريته على الانترنت بس احنا الدكتور عادل والدكتور عبد الهادي بيؤكدوا ان الان في سنه 2014 الفيروس لم يتحور لم يحدث تغير في التكوين. انا قلت ممكن يكون اعنف شويه وده مش نتيجه الفيروس. انا بقول ان ممكن تكون مناعه الناس والابيوز بتاع الانتيبيوتكس والحاجات دي ممكن تكون هي اللي خلت الفيروس نفسه بقى اعنف على الانسان مش الفيروس هو اللي بقى عنيف. بقى حضرتك دكتور عبد الهادي مش دكتوره اميره اللي حاصل السنه دي ان هناك انتشار اعلى من المعدل بتاع السنه اللي فاتت على مستوى العالم. خلاص. أيوة أيوة. لكن ده ليس معناه ان حصل تغير في التركيب الجيني للفيروس. لا انا عارفه هو السيل H1N1 لا الجينيتك سيكونسنج حتى بتاعها هو أيوة. هو
اللي هو زي ما هو انا بتاع 2009. هي بتقول يا دكتور حاجه. ميرسي يا دكتوره اميره، هنسمع من الدكتور رايه في اللي حضرتك طرحتيه. بتقول ان مناعه البني ادمين هي اللي اختلفت. مش عارفين بالظبط طبعا. شوفي المساله اصلا بتختلف من مكان لمكان. يعني مثلا في الولايات المتحده انت عندك 50 ولايه، في حوالي 27 منها في زياده في هل لان احنا هنا عندنا سوء تغذيه او الخضار او طب ايه رايكم نناقش موضوع انخفاض المناعة من عدمه بعد الفصل؟ عشان لازم نطلع فصل ونعيد نستكمل حوارنا حوالين قال في وباء ولا مفيش بعد الفصل. طمنوا يا مصريين، ما عندناش وباء ولا انفلونزا قاتلة، والفيروس ما تحورش، وروحوا الطعامه. ده نتائج حوارنا اللي لسه هنكمله مع الدكتور عبد الهادي مصباح، استاذ المناعه والتحاليل الطبيه حوالين الانفلونزا. كانت الدكتوره اميره الحقيقه قبل الفصل فتحت موضوع المناعه، هل احنا مواطنين مصريين ما بقاش عندهم مناعه، ولا ده بيصيب الناس في العالم كله انفلونزا؟ هو يعني بصي، ما اقدرش انا كراجل علميا اقول ان العالم كله مناعته ناقصه من غير داتا، يعني من غير ابحاث. وكان انا كنت فتحت موضوع سوء التغذيه، هل بيصيب الفقراء او الناس اللي ما بتاكلش؟ لا، هقول لك بقى الحاجات اللي ممكن تقلل المناعه عند الناس. يعني طبعا انت عندك التوتر والتلوث والحاله النفسيه السيئه والاكل فاست فود اللي هو الوجبات السريعه دي، عدم القدره على التكيف مع الانفعالات، الاشعاع، تعرض للاشعاع، الامراض المزمنه، الادويه الكتير، المضادات الحيويه، الامراض المزمنه بدءا من السكر وغيره، تناول الكورتيزون والادويه المثبطه للمناعه، وحاجات كتير جدا، قله النوم، قله الضحك، قله الضحك. طبعا كويس، ده ياثر على المناعه طبعا. كل الحاجات دي لها تاثير سيء على المناعه. لكن ما اقدرش اقول ان العالم كله قلت مناعته، لان الانفلونزا السنه دي هي منتشرة أزيد شوية من السنة اللي فاتت. بتصيب ايج جروب أقل شوية، كان زمان كبار السن والأطفال أقل من 5 سنين. لا، دلوقتي بقت في الشباب أكتر. أصبح هناك حالة الوعي شوية في امتى استخدم التاميفلو او المضاد الفيروس بالنسبة للمجموعات الأكثر تعرضا للخطورة، علشان ما يحصلش مضاعفات. وبالمناسبة الأطفال من 6 شهور ل5 سنين ينبغي أن هم أديهم التطعيم بتاع الإنفلونزا. دي نقطة مهمة جدا، لأنه بياخدوه على مرتين بينهم شهر، لأنه الأطفال في السن ده ينبغي حمايتهم. يعني نفس التطعيم بتاع الكبار اللي بناخده كل سنة بياخدوه الأطفال، بس بياخد نص الجرعة والنص التاني بعد. طب دكتور، احنا معانا تواصل من جمهورنا، معانا تليفون منى هتاخده حالا، بس خليني أقول لحضرتك، ولا ناخد التليفون الاول؟ ناخد التليفون عشان استاذه هدى من اسكندريه مستنيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء النور يا فندم. من فضلك انا عايزه اتكلم بخصوص مستشفى الحميات. تمام. مستشفى الحميات يعني هي الدكتوره اميره قالت ان هي بتعمل ماجستير عن انفلونزا الخنازير. تمام. انا عايزه اقول لحضرتك، انا كان ليا تجربه السنه اللي فاتت في مستشفى الحميات مع ابني. تمام. شيء سيء وشيء غير ادمي والشيء يصل لحد الحقارة في النظافة وفي الالتزام. ألو؟ أيوة، سامعينك يا فندم. في النظافة وفي الالتزام، عدم الالتزام، وفي التمريض، وفي التمرجيات اللي بيشتغلوا هناك. وطبعا أنا ما بلومش الدكاترة، لأن الدكاترة الوضع بالنسبة لهم محدود، ولا الممرضات برضه كلهم عايزين رعاية. يعني عايز أقولك، لكن اللي عايز أقوله إن إزاي إحنا نسمح يكون في مستشفى حميات في جمهورية مصر العربية؟ وأنا عرفت بالمرة بالفكرة إن اسكندرية أسوأ من القاهرة. يعني الدكتور لما قال لي كنت في القاهرة، قال لي لا خليكي في مستشفى حميات القاهرة لأن اسكندرية أسوأ. الدكتور بتاعي ده شيء يعني مش يجيب بقى انفلونزا خنازير، ده يجيب فيروس لسه ما اتخلقش للناس. طيب مدام هدى، ميرسي لحضرتك. نتمنى أن وزارة الصحة تبقى ترد على مدام هدى في شأن مستشفى الحميات في القاهرة اللي هي اسكندرية أسوأ منها.
يعني احنا بنحاول نتحرك لقدام، يعني الكلام اللي بتقوله الحقيقة محزن وكئيب جدا، وبنشوفه وبنلمسه كلنا الحقيقة. طيب. في كل مكان. دكتور عبد الهادي، أصدقاء صديقاتنا وأصدقائنا على الفيسبوك ليهم تعليقات أحب أسمع رأي حضرتك عليها. هلا بدران بتقول أنا ما خدتش التطعيم، ينفع أخده دلوقتي؟ لو هي سليمة ما عندهاش حرارة ما عندهاش أي مشكلة ممكن تاخد، وده مشارط مهم جدا، لازم عم أخدها ما يكونش عندي برد. أيوة. سليمة. طب يعني افرض كان عندي برد الأسبوع اللي فات؟ ولا حاجة خالص، طالما مفيش حرارة دلوقتي ومفيش حد عيان في البيت يعني مش حاضنة للفيروس يبقى تاخده. طيب في بس كل سنة بقى تاخده في أكتوبر، كل سنة خديه في أكتوبر وبينزل من شهر 9 شهر 9. طيب في مدام صديقتنا بتسأل بتقول لو حد من الولاد تعب وجاله الانفلونزا أديله التامي فلو؟ لا. ليه؟ لأنه إذا كان يحمل حاجة من عوامل الخطورة، عنده ربو، عنده حاجة تنفسية، عنده أي مشكلة من مشاكل مزمنة، أو عنده سكر، فيجب أنه يتراح للدكتور وياخد تامي فلو قبل ما يعمل، يعني يعمل العينة إذا كان بدأ يجيله ينزل على الرئة ويجيله التهاب الرئوي، يعمل العينة وياخد التامي فلو فورا قبل نتيجة العينة. بس تحت إشراف دكتور. تحت إشراف دكتور. ده أنا كنت عايز أقوله لك يا معرفش صديقتنا اللي مش كاتبة اسمك، إنه يعني قبل ما تدي تامي فلو أو غيره لولادك لازم تروحي للدكتور، لازم الدكتور يشرف على المسألة دي. لأن خلي بال حضرتك من نقطة مهمة، إنه التامي فلو ده مضاد للفيروسات، لو استخدمناه عمال على بطال هيعمل زي المضادات الحيوية ويعمل مقاومة. بالظبط، مش هيأثر فيها، وده هيبقى خطر جدا. تمام. طيب عندنا مدام هدى او الاستاذه هدى بتقول انا مربيه كلاب، دينا بتقول انا مربيه كلاب وقطط في البيت، هل هي ممكن تبقى سبب لنقل الانفلونزا او العدوى بالانفلونزا او كده؟ شوفي، الانفلونزا بتصيب الكلاب والقطط والسمك وكل السمك. فيعني خلينا نقول ان هو يعني طبعا قابل للحدوث ان هو يعني القطط والكلاب تعيا وهي تتعدي منهم. ممكن طبعا، لكن القطط والكلاب ما هماش بالضروره. لا 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 لا، مش هم اللي الحامل ولا سبب انتشار المرض. لا 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 لا. يعني كانها معاها ناس في البيت. يعني بنفس بالظبط نفس النسبة. خطوره يعني كان معاكي ناس في البيت يعيوا او ما يعيوش، فالكلاب والقطط يعيوا او ما يعيوش بالظبط، يعني ما نلزقهاش فيهم حرام. هي بتطعمهم كمان ولا ايه دكتور؟ يعني مش اصل الانفلونزا بالنسبه للكلاب والقطط يعني ما هياش منتشره قوي، لكن احتياطي دايما بيعملوا كشف. مش كده؟ طيب قول لنا بقى حضرتك ملخص كده، زي ما قالت اميره في الفاصل عايزين ملخص، يعني نقول للناس ان اولا ما فيش انفلونزا خنازير وكده، والوقايه منها من انفلونزا الموسميه هيبقى ايه؟ نمرة واحد، أنه ليس هناك ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، والإنفلونزا الموجودة إنفلونزا موسمية، وهي لم تغير من تكوينها ولا تركيبها الجيني منذ عام 2009، والأعراض اللي بتصيبها لابد أن يكون فيها ارتفاع لدرجة الحرارة، والأعراض اللي احنا قلناها قبل كده، أنه الأشخاص الأكثر تعرضا للخطورة زي اللي هم الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة واللي عندهم أمراض في الصدر وغيره وحساسية، الأطفال من 6 شهور لخمس سنين، الكبار السن فوق 65 اللي عندهم سكر أو بياخدوا أدوية خاصة بالمناعة مثبطة للمناعة زي الكورتيزون وغيره، أو اللي بياخدوا أدوية لعلاج الأورام السرطانية وغيرها، كل دول لابد أنهم ياخدوا التطعيم. أرجوكوا خدوا التطعيم، اللي ما خدش ياخد، واللي بعد كده لابد كل سنة في آخر سبتمبر أول أكتوبر ياخد التطعيم. لو حصل النعي أي حد من الفئات دي لابد أنه يروح لدكتور فورا، يعني يستشيره، وإذا حد منهم دخل مستشفى يبدأ في التامي فلو فورا حتى قبل نتائج العينة ما تظهر. وبلاش العلاج بالتليفونات. لا أرجوك دكتور، آخر سؤال عايز أسأله لحضرتك وفقرتنا بتخلص، اللي بيتفرجوا علينا إيه الأعراض اللي لما هو يحس بيها أو حد من المحيطين بيه أو المقيمين معاه يحس بيها يتوجه فورا للمستشفى؟ اللي هي الأعراض الخاصة بالجزء السفلي من الرئة، يعني اللي هي الكحة الشديدة، يبدأ يجيله ضيق في النفس، مش عارف ينام من التنفس، بلغم شديد لدرجة انه هو ما بيعرفش ينام منه. ده ما بيحصلش من أول يوم. لا، لازم يكون خد وقت. بالظبط كده. يعني إذن إحنا عشان ما حدش يتصور إن دي أول علامات. لا لا لا. أول علامة بتبقى سخونية. بس النقطة إيه؟ المجموعات الأكثر تعرضا للخطورة اللي ما طعموش
لو حسوا بحرارة شديدة دول فورا حرارة شديدة اللي هي كام؟ اللي هي بعد 38 بعد 38 طب الأمهات اللي عندهم أطفال صغيرين يطعموهم؟ طبعا من 6 شهور من 6 شهور يطعموا اللي ما طعمش لغاية النهاردة يطعم. يطعم يعني السنة الجاية هنطعم من سبتمبر لكن من النهاردة ما فيش أي مشكلة في التطعيم ناخد تطعيم في أي إجراءات تنصحنا بيها أو تنصح الجمهور بيها عموما في مسألة الأنفلونزا؟ نمرة واحد غسيل الإيدين، نمرة اتنين عدم التقبيل عمال على بطال، نمرة تلاتة انه الحاجات لو عندي مريض لازم اعزله عن بقية البيت ويكون في نوع من التطهير او التعقيم لأوكر الباب للحاجات دي كلها. أوكر الباب طبعا الأوكر والأسطح الترابيزات والحاجات اللي زي كده لان اما اجي اعطس ما اعطس في ايديا او ودركسيون مكان حد مكان طيب كل الحاجات دي كلها أنا اماكن جيدة التهوية لازم اهوي القوة. انا عارفه ان التدخين مضر بالصحه ديفينتلي انا عارفه بقى عشان بس يعني خلي فالتدخين مضر بالصحه وبالمناعة. لكن في بعض الناس بتشرب شيشه دي كارثه تانية انا فانا عايز اقول لهم بطلوا تدخين شيشه لكن ما بطلوش اقول لهم ايه بقى ما يبقاش موت وخراب ديار يعني معلش عشان خاطري عشان الناس اللي بتسمعنا ما احنا ما ينفعش ندفن راسنا في الرمل ونقول ده ما بيحصلش طيب. بيحصل اوكي نمرة واحد التدخين يعني نفس الشيشة دي بغض النظر جاب لاي معاه من بيتهم ولا جاب مش عارف اللاي طبي زي ما بيقولوا والكلام الفارغ ده هو بي بي بيثبط الجهاز المناعي يعني إذا بيبوظه وبيدي فرصة للفيروس إنه يكون ثانيا إنه هناك أشياء كثيرة إذا كان هو بيشرب الشيشة بتاعته أو بيجيب لاي فنفس في مكونات أخرى ممكن الفيروس يستخبى فيها ويعدي الآخرين أوكي. حتى إيد الراجل اللي هي بتعمل له طب يا جماعة يعني يتبطلوا تدخين يا إما في الأيام دي تبطلوا شيشة لأن واضح إن الشيشة بتساعد مشكلة كبيرة جدا طبعا مشكلة في الأنفلونزا دكتور عبد الهادي إحنا بنشكر حضرتك أنا جدا حضرتك نورتنا وميرسي ليك على الطمأنينة اللي قلتها لنا وقلتها للناس في البيوت بعد الفاصل هيبقى معانا رسالة سلام من مصر بالصيني السيدة شان دونغ يون المستشار الثقافي للسفارة هتشرفنا وتنورنا في احتفالية سلام من مصر بالصيني بعد والأستاذة سهير عبد القادر سهير عبد القادر بعد الفاصل بسي يا دكتور نورتنا أنا متشكر سلام من مصر بالصيني احتفالية كبيرة ستقام في منطقة القلعة السياحية ستشارك فيها مصر والصين موضوع مهم دي رسالة السلام الثانية بعد الرسالة الأولى اللي كانت في سهل حشيش مهم قوي يكون معانا ضيوفنا النهاردة نعرف منهم إيه الحدث الثقافي الكبير ده وإيه اللي حصل قبل كده ومتوقعين إيه معانا المستشار الثقافي للسفارة الصينية السيدة تشان دونغ يون صح كده الاسم؟ صح أوكي. ومعانا الأستاذة سهير عبد القادر منسق احتفالية سلام من مصر أستاذة سهير منورانا أهلا بيك منورنا سيدة شان منورانا أستاذة سهير أبدأ مع حضرتك وقولنا يوم الثلاث الجاي الساعة 6 في القلعة هيبقى الاحتفالية شكلها إيه وهل هتشارك فيها الصين بس ولا برضو عروض من مصر وكده لا هي الحقيقة أنا بقول عليها ديمة على فكرة أنا بدلعها بقول لها ديمة ديما ما فيش ولا حاجه فيهم ديما دي هي ديما بقى تصوري علاقه قديمه جدا جدا وهي حضرت سلام من مصر في سهل حشيش فعجبت بالفكره وقالت احنا عايزين ندي رساله مش رساله مباشره انا عايزه اقول في الصين ان مصر امنه بس ما اطلعش في التلفزيون واقول ايه اصل مصر امنه ومفيش حاجه الكلام بيبقى الكلام ما بيجيبش نتيجه انا عايز اعبر عن ده ففي تعامد الشمس ان شاء الله هيبقى يوم 22 وزاره الثقافه عاملاه في اسوان في ابو سمبل في ابو سمبل في ابو سمبل في ابو سمبل انا هكون هناك يوميا طيب هنقابل بعض فعلا ان شاء الله ان شاء الله ففكرت قالت انا في فرقه هتيجي هي هتتكلم عنها مش انا طبعا انا عايز اجيبها بدري وبصراحه يعني المفروض ان وزاره الثقافه هما يعني بيستضيفوا الفرق دي بس انا هجيبهم بدري وانا اللي هستضيفهم
عشان اقول ان مصر امينه ومصر سالمه. الله ده دي شعور جميل جدا يعني. هي تقدر تتكلم اكتر من نقول ديما بقى احنا كمان. سعاده المستشاره حضرتك واضح انك بتحبي مصر، بقالك قد ايه في مصر؟ فتره طويله جدا. تعلمت العربيه منذ صغري وانا كنت في مصر. تعلمت العربية تتكلم عربي يعني بس الفصحى وعامية وعد العامية. طيب ايه اللي عجبك في احتفالية سلام في سهل حشيش اللي بناء عليها قررتي انك تشاركي في احتفالية القلعة او تدعي لاحتفالية القلعة؟ في الحقيقة يعني يمكن تأثرت كثيرا بالحضور، خصوصا من صديقتي العزيزة مدام سهير، حماستها ومشاركة عدد كبير من الفنانين ومثقفين وناس من كثير من وزير الثقافة دكتور محمد صابر عارف. أيوه فئات مختلفة والدول وكان هناك مختلفة. حماس المصريين أنهم هناك أمل كبير أنهم يبنوا مصر من جديد. أمل بيعلقوها كثير في مستقبل مصر الزاهر، وطبعا سياحة مجال مهم جدا جدا بالنسبة إلى اقتصاد مصر. وأرى أن مصر دايما أقول أن مصر هي المزار العالمي، هي أكثر دول غنية بالمزارات ثقافية وتاريخية وعالمية. فتأثرت كثيرا بهذا النوع. انت ابهرتيني يعني، انت ابهرتيني يعني، انا اللي تأثرت كثيرا بس خلتنا نخجل من نفسنا. احنا ما بنعملش حاجه، احنا ما بنعملش. انتوا فعلا انتوا تعرضتوا يعني بنحاول بس هي شوفي لما بيجي لك من الناس اللي بره انت بتحسي هي بتنتمي لمصر اكتر من المصريين كتير قوي للاسف. صحيح مش عايزين بقى لا يعني بس حقيقة. ده حقيقة يعني. منى لسه برضو حضرتك ما قلتيش ايه اللي عجبك بقى في سهل حشيش، شفتي ايه من العروض حمستك؟ اول شيء ان يعني تاثرت بهذا نوع من الحماس حماسيه يعني، وثم تاثرت بمشاركه كثير من الناس رغم مسافه البعيده من القاهره لسهل حشيش. صحيح حشيش ويعني تجهيزات الراقية وعروض الجميلة في مكان جميلة جدا يعني فعلا انبهرت، ليس أنا فقط إنما زملائي أيضا انبهروا كثيرا وقالوا هي دي مصر، هي دي مصر على أرقى مستوى. مصر والصين يجمع بينهم حاجة مهمة جدا، إنهم هم دول الحضارات العريقة في العالم. يعني يمكن انا لما روحت الصين انبهرت جدا بالصين، ما اقدرش اقول زي ما انت بتتكلمي عن مصر، ما عشتش هناك كتير. هل انت حبيتي توصلي رساله حضاره كمان، يعني تقولي الدول صاحبه الحضاره القديمه تتصافح، بتمد ايديها لبعض، بتسند بعض، يعني مش لان الصين دوله حضاره عريقه زي مصر بالظبط. هل ده كان جواكي وانت بتفكري في الموضوع؟ فعلا هذه صحيح يعني، عشان كده يعني تبادلنا الآراء مع أستاذة سهير، فاتفقنا أن يكون الحفلة ليست مجرد حفلة فنية صينية فقط، إنما حفلة فنية تجمع الصين ومصر مع بعض، عروض مشتركة عشان نمسك يدينا مع بعض. وأيضا يعني حضرتك ذكرت يعني ناحية مهمة جدا، إن دولة الصين ومصر كلانا من الدول الحضارية. الدول الحضارية بتحترم حضارة أكثر، بتحترم الـ 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 التاريخ القديم، الإرث القديم أكثر. صحيح. أنا في الحقيقة إن سعدت كثيرا عندما قال لي بعض الأصدقاء في هيئة تنشيط للسياحة، قالوا إن زوار من الصين بيزوروا المعالم الأثرية أكثر من بحر أحمر نوع السياحة، نوع السياحة سياحة ثقافية أكثر، سياحة ثقافية. عارفة حضرتك أنت كم سائح دلوقتي بقى موجودين؟ إحنا مقصودة بيها على فكرة السياحة أكثر من أي حاجة تنشيط ثقافية سياحة أكثر فنية بس هي سياحية طب. لأن في 3000 سائح صيني وصلوا مصر يعني خلال يعني عيد الربيع فقط بس. يعني خلال في الاجازه بتاعت نص السنه اجازه اسبوع تقريبا بس. استاذه سهير بقى قول لنا يوم الثلاث ده عباره عن ايه، وبيخاطب مين من الجمهور من سن صغارين ولا الاسره كلها تروح ولا ايه يعني؟ شوفي هو المخاطب اساسا لبره، يعني احنا مثلا في اكتر من 40 قناه هتغطي
تمام. مقصود بيها ان احنا بنقول بردك زي ما بنقول بس بطريق غير مباشر ان مصر امان. ادخلوها امنين. وادخلوها امنين. فقلنا ايه، مش هتبقى بس يبقى في البرفورمانس الصيني. قلنا لازم نوري كمان المشاركة المصرية، الجمال اللي عندنا. أيوة طبعا. عندنا فن غير عادي طبعا. صحيح. عندنا تدفق غير عادي طبعا. طب هيكونوا بقى يعني فنانين من موسيقى العربية؟ لا احنا جايبين فرق بردك نفس الحكاية. فن شعبي هتبقى، هما كانوا مرنوا فرقة القومية عشان يبقى فيه اللي هي يعني دخلوا مع الفرقة القومية الفن الصيني. تعاون بقى مزيج ما بين الفن داخلين ده يعني داخلين ده معاهم. هم جايبين كمان العرائس، العرائس المريانات. تعرف عندهم حاجات لذيذة عندهم. دخلنا احنا بقى الفرق الايه المصرية. تمام. يعني حلوة شمسنا والأقصر بلدنا. أيوة. الحاجات بقى اللي إيه؟ حاجات الكنوز بقى. الكنوز الحضارية مع بعضنا في الآخر، والأطفال هيقوموا يعملوا السلام الوطني. مش أوكي. عايزينها تبقى بس سي دي. يعني بصي شاركنا كل حاجة يعني كبار وصغار هيقوموا. وبعدين في حاجة بقى جميلة اللي هيقدمها أستاذ محمود قبيل، وفكرنا أن ما يبقاش فيه بقى نجم معاه تاني. فكرنا ان يبقى في حد صيني معاه. الله. ايوه بقى بمناسبه الصين كان زمان في مشاركه يعني. كان زمان من فتره طويله كان في احتفاليه فرقه صينيه، البنت الصينيه اللي غنت بسبوسه. ايوه بسبوسه على بالي. على بسبوسه. ايوه يعني فتره طويله مده طويله بس هي لم تفارق مخيلتنا، لانه احنا ادركنا قد ايه المجهود اللي هي عشان هي تغني بالعربي أغنية صعبة بتاعت شادية. هل هنشوف في المهرجان ده حاجة كده المرة دي؟ الناس هتغني بالعربي؟ سلام الوطني. انت قاعدة انت ايه؟ انا بنبش. كنت معانا؟ يعني قلنا نعمل كده سلام يعني المصري بلادي مع بعضهم بقى يعني ان شاء الله بس تطلع مفاجآت. طيب هيكون في على هامش الاحتفالية دي في مثلا عروض؟ احنا بنحب العروض والاعمال الصينية الحلوة اللي فيها فن وتماثيل وحاجات بازارات مثلا يعني. ده في اليوم التاني، ده في يوم 14 في بازارات عندنا بقى 14 بقى. يحصل في ايه بقى؟ هي اتكلمت بقى. كلمينا بقى عن برضو يعني بمناسبة السنة الجديدة الصينية. طبعا هذه السنة سنة حصان في الصين، يعني حسب الأبراج الصينية. ففي يوم 14 هناك احتفال كبير بيجمع بين العروض والألعاب وحرف يدوية والبازارات اللي عمل يدوية وصينية. جميل. في حديقة المعادي، جزيرة المعادي. كنت لسه هقول يعني مش في القلعة. نفس المكان. لا لا لا. مش في القلعة. يوم 14 في حديقة يعني بعديها بيومين حديقة المعادي، جزيرة المعادي. فده يوم جميل. مفتوح بقى للناس للجمهور. صح. ده بقى السؤال اللي حضرتك سألتيه قلتي لمين؟ أيوة. ده بقى للجمهور، ده لكل الجمهور وكل الأشخاص. نعم. الأولانية دي رسالة لبره. صحيح. سعادة المستشارة أنت بقالك قد إيه في القاهرة؟ القاهرة هذه مرة يعني في هذا المنصب أكتر من 4 سنوات وقاعدة موجودة في القاهرة. خلال السنتين اللي فاتوا أو السنتين والسنة دي ما قلقتيش على نفسك؟ ما خفتيش؟ ما قلتيش لا البلد ما عادتش أمينة أنا عايز أمشي عايز أرجع؟ لا لا مش لدرجة دي لا. ما احنا أمينين. أنا على فكرة أنا عايز أسمع منها. لا هتشوفي. يعني ما حسيتيش بده؟ لا في الحقيقة يعني مش مقول أقول يعني ما فيش أي مشكلة، كل شيء تمام تمام إلى آخر. طبعا هناك في بعض المشاكل ولكن مش لدرجة أنني يعني أتخوف. وكما لما يسألوكي بقى يقولوا لك نبعت سياح تقول لهم نبعت سياح ربما ممكن تتجنب بعض الأماكن، لكن خصوصا في الأماكن السياحية أكثر أمنا، أكثر أمنا. أوكي. أستاذ سهير السنة دي الاحتفالية دي يعني إن شاء الله يوم 3 هل فيها رعاة ولا هي كل الحمل على وزارة الثقافة أو دار الأوبرا؟ لا هي الحقيقة الحمل كله على وزارة السياحة. السياحة أولا لأن دي هي حاجة سياحية. وبالمشاركة مع وزارة الثقافة مقدمين. تمام. كل الفرق ببلاش، ما هي دي مش لازم تبقي دفعة. طيب هل في رجال أعمال كبير أو شركات طيران ساهمت أو يعني لا. لا. برضو لا كالعادة شركات طيران بتخزلنا دايما كل مرة. بس احنا مش برضك مش عايزين نزعل منه. مش مصر الطيران حبيبتنا. مصر الطيران حبيبتنا. طيب سعادة المستشارة انت قاعدة في مصر كتير. ايه وانت قاعدة في مصر بتقارني مصر بالصين بالنهضة بالتطور وتقولي نفسي كذا يحصل في مصر؟
نفسي كذا، نفسي شيء معين جايباه من التجربة بتاعت الصين نفسي يحصل في مصر عشان تبقى مصر أحسن. إيه؟ نفسك في إيه؟ تتمني إنه لو مسؤول مصري سامعك دلوقتي وإنت عايزة تديله نصيحة تقولي له في الصين بنعمل كذا مهم جدا اعمله في مصر عشان ده هيفرق مع مصر. إيه؟ والله لا عندك سؤال كتيرة كتير. وكما أنا دلوقتي بفكر في البرنامج اسمه ستات ما بيعرفوش يكذبوا فمش ممكن أكذب لازم لازم أقول الصراحة. ده برومو حلو لينا ده خده يا حمد. بصراحة صراحة أنا حاسة في حاجة يعني ضيعة ضيعة صحيح ضيعة في مصر. إيه هي؟ مش شخص واحد إنما كمجتمع. أيوه. يمكن أعتقد أكثر شيء الجدية وبدال بلاش السطحية إنما واحد يعمل في جدية جدية أيوه. والاستمرار في العمل صحيح. ربما مثلا أضرب لكم مثال نظافة في كثير من المسؤولين يعني بدأوا يخططوا ويعملوا للنظافة ولكن ربما يوم يومين ولكن لم يحدث ما يكملوش يعني لم يحدث يعني الجدية تغيير كامل صحيح. فالجدية في العمل واستمرار فيه حتى النهاية حتى الهدف حتى الهدف. تعرف حضرتك كده قلتي حاجة مهمة بجد يعني أنا كنت عمالة الجدية أنتوا شعب يتميز بالجدية في العمل والنظام لآخر الهدف لازم سيستم الجدية في العمل والوصول إلى الهدف صحيح. ده يمكن انطباعي الأهم اللي حسيته وأنا في الصين الناس بجد الناس جد. وحضرتك لمستي حاجة مهمة احنا في يعني الوقت الأحوج للجدية والعمل خلاص عملنا ثورة وقلنا لنفسنا فيه وفي تغيير بالفعل زي ما حضرتك بتقولي مسؤولين بيبدأوا لكن ما بنكملش كل حاجة عندنا إلا خمسة ما بننتهيش منها الحقيقة عايزين شوية جدية وإتقان للعمل صحيح في إن شاء الله. بس بصراحة يعني أنا في حاجة هنا عجباني قوي في كل ما بمد إيدي في حكاية سلام من مصر بلاقي في تكاتف كبير قوي بين الوزارات يعني بالذات وزاره السياحه دي حاجه جديده ده هو دي حاجه جديده دي جداً. حاجه صحيح. جديده ما كانتش زمان ما كانتش كانوا درر كانوا عاملين زي الدرر بالعكس بيرفعوا السماء. انا بشوف وزير السياحه بصراحه ببقى مخضوضه من الريتم الجميل بتاعه الو ايوه كده ايوه دكتور صابر صحيح. دكتور صابر يعني في حاجه حاصله في حماس جميل عايزين ومع المحافظين فلوس وخد قلبنا على البلد بيخلصوا هطلع فاصل فدي جميله هنطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا حوالين سلام من القلعه بالصيني ونشوف ازاي الناس يبقى قلبها على البلد بجديه بعد الفاصل. يوم الثلاث 11 فبراير رسالة سلام من مصر بالصيني في منطقة القلعة السياحية. تلفزيونات العالم جاية تقدم بنوصل رسالة من وزارة الثقافة وزارة السياحة من الصين من مصر بنقول لهم مصر آمنة وتفضلوا زورونا. ده تفاصيل اللي بنحاول نناقشه النهاردة في فقرتنا الثانية من برنامجنا. ده غير يوم 14 إن شاء الله اللي هيبقى فيه برضو معارض للأعمال الصينية وتبادل ثقافي تجاري جميل لطيف. أستاذة سهير هل نتوقع في الفترة اللي جاية أن يبقى فيه بلاد تانية غير الصين يعني نطلع بيها؟ هيبقى فيه غيرة المصرية. انا متاكده وابتديناها الحقيقه مع السفير الهندي جميل جميل والهند دول الحضارات برضو جداً. ها دول الحضارات العظيمه معلش انا اصلا انا منحازه بقى ده حقيقة. الصين والهند ومصر هم عاملين شهر على فكره هنا شهر ابريل كله ها جايبين كل ما تتصوريه حتى المطبخ الهندي فين هيبقى عايزين لازم تقولوا لنا السفر لازم لازم السفير برضك يجي ويحكي انا بحب ان الناس هي اللي تقول عن حاجتها عشان يعني هو عامل احتفاليه لمده شهر هنديه لمده شهر بين كله افلام عايزه معارض سينما يعني كل حاجة عمار يا مصر بقى عمار يا مصر جميل ده شغلك اللي بتحبيه بقى شغلك هناخد منه حاجة بقى جميلة كده أيوة. هم جايبين الحقيقة بوليود وده أكبر استعراض في الهند حاجة كبيرة جدا جدا أكبر بيرفورمنس ومصر طول عمرها بتحب الفن في الأوبرا هينزل في الأوبرا وهينزل في اسكندرية لازم تقول لنا قبلها بقى عشان احنا ساعات الدنيا بتضربنا على دماغنا عشان جمهورنا كمان هيبقى في مزيج برضو مصر لا بس استني بقى احنا عملنا حاجة بقى
وزير السياحة هو السفير الحقيقة راح لوزير السياحة وقال له أنا عايز تساعدنا وتدينا تذاكر دولية الفرقة 43 واحد وجايبين بردك صحافة عالمية ده الهندي طبعًا. الهندي فأنا جات لي في دماغي قلت الله بدام إحنا ادينا يعني حسيت أن أنا غيره بردك حتة غير على البلد كده الوزير كان جميل جدا وقال أوكي التذاكر فقلت له إيه رأي سيادتك لو ناخد إحنا يعني اتنين performance كده فتفوتة. حتة زيادة عن اللي جايبها الأوبرا ونوديها المحافظات فقال لي خلاص روحي ايه نتفق معاه فعلا جميل. حصل اتفاق والسفير وافق وكان موقف جميل بين الاثنين وهتكون محافظات ايه هنروح الاقصر طبعا عشان السياحه الحقيقه هي في مشكله ان مثلا انت لما تجيبي بيرفورمانس كبير زي كده انت عايزه ستيج جامد جدا طبعا. تكلفه رهيبه طبعا. هتستضيفي الناس دي يعني خلي بالك اي محافظه بتاخد الحاجات دي هتصرف في مراسلين هتصرف يعني ديوب. فهو ده بقى ده اللي يمكن نقدر نجيب فيه سبونسر اوكي بس سهل حشيش وافقت ان هي تاخده مره تانية وهتصرف على فكره الناس دي قايمه بقوه غير اصل حياتهم كلها على السياحه يا جماعه وانتوا فيعني عايزين يعني عايزين ينشطوا الدنيا ومحافظ الاقصر بردك وافق على طبعا فهيبقى في تبادل جميل وهتيجي دوله ورا دوله هتيجي مش الاقصر بلدنا بلد سياح جميل نتمنى وكل المحافظات تعمل فيها ويحصل غيره كده بين المحافظات حاسه ان في حاجه جميله بصي اكيد في حاجه اكيد في حاجه سعاده المستشاره التعاون الثقافي المصري الصيني كان شكله ايه وبتطمحي انه يبقى شكله ايه في الحقيقه هذا تعاون مستمر دايما في المراحل السابقه وكان هناك ثمار مستمر وواضح بتأتي على توطيد علاقة من كافة المجالات بين البلدين وطبعا مع تغيرات في مصر المستمرة نتمنى هناك المزيد من التبادل الثقافي لأنني لا أرى أن التبادل بين الإنسان والإنسان بين البلد والبلد يعتمد أساسا على الثقافة الثقافة هي خلفية الأساسية للشخص عندما يواجه شخص آخر أو من بلد آخر هل في بعثات مصرية في الصين للدراسات؟ طبعا هناك بعثات للدراسات كل سنة هناك وفود عدد من الوفود الثقافية فنية مصرية بتروح تشارك في مهرجانات في الصين هل في حركة تراجم ما بين الأدب العربي والأدب والأدب المصري والأدب الصيني بتترجموا لنا كتابكم بتترجموا كتبنا برضو موجود يعني ممكن أقول يعني معظم الكتاب العرب من ضمن ذلك مجموعة كبيرة من الكتاب المصريين تم ترجمة أعمالهم إلى اللغة الصينية أكثر كاتب مصري بتحبيه أنت بقى شخصيا أنا يوسف إدريس يوسف إدريس. والفن بقى مين أكتر فنان بتحبيه والله سواء من قدام أنا منذ صغري وأتفرج على الأفلام منذ الصغر والمسرحيات المصرية كتير من جيل وجبت لنا أنت السنة اللي فاتت زانجيمو أكبر لا احنا عايزين نعرف بتسمع مين مصري بتسمعي مين طب عايزه بس ارجع معاها يوسف ادريس ده كاتب مصري جدا ايه اكتر حاجه عجبتك فيه في الحقيقه انا قراته له وانا كنت في صغيره وشاهد كثير من المسرحيات وافلام انا عندما كنت اكتب الاطروحه في المسرح يعني كنت اكتب عن فرافيرو عن الفرافير وفيلم النداهة وأفلام كثيرة وأيضا أكتر الكاتب تم ترجمته هو نجيب محفوظ لكن أنت بتحبي القصص القصيرة أكتر من روايات نجيب ربما الرومانسية أكتر شوية ولكن نجيب محفوظ واقعية أكتر شوية طب ونجيب محفوظ واقعية جدا سيدة أم كلثوم ولا عبد الحليم حافظ أحب عبد الحليم ده رومانسية خالص بقى لا تبقى ديما بقى سعادة المستشار أنا عايزين نرجع حضرتك للمحافظات والنشاط بقى المحافظين بيساعدوا حضرتك ولا في حاجات بتعارك الشغل السياحة بس هي الناحية المالية ما احنا عشان كده بنقول ان احنا اللي لازم نساعدهم لازم ندور على سبونسر لازم نقول المجتمع المدني لازم يتحرك معنا شوية يعني انت دلوقتي مش هتعملي سلام من رسالة سلام دي من اسكندرية من قلعة قايتباي من بورسعيد مدينة المقاومة الحرة هم سمعنا الشعبية ايه عايزين المحافظين على فكرة لو يقولوا
هننفذ. المحافظين محافظ اسكندريه، محافظ بورسعيد، محافظ السويس، عايزين نعمل رساله سلام نوصلها من محافظات كل العالم كله. وزاره الثقافه بتقول ادعمونا، الرساله بتقول ادعمونا، وزاره السياحه يعني وزاره السياحه. وانا عايز اخد تعبير استاذه سويس، وهي بتقول انا بغير على مصر، وهيئه الاستعلامات بتقول انا بغير على مصر، نفسي يبقى عندنا غيره على مصر، مش مجرد ان احنا قاعدين نتكلم عن اننا حضاره 7000 سنه. لا لا لا، كفايه كلام، عايزين نشتغل. أنا عايزين نشتغل، عايزين نشتغل. وعلى فكره يعني انا بقول ايه ساعات، ايه انا على فكره يعني لسه مع وزاره الثقافه كمستشار لوزير الثقافه، تمام، بس مش بفكر ثقافه ولا سياحه ولا مصر. كله ماشي كده بالظبط. هي بس عايز اقول حاجه، مش المسؤولين بس خالص. المصريين اللي بيسمعونا اللي بيطلعوا بره يدفعوا الاف الجنيهات والاسترليني واليورو عشان يتفسحوا بره يعملوا شوبينج، يا ريت نساهم في سياحه بلدنا، يا ريت نعمل سياحه داخليه ارجوكم. يعني هو بايدينا، مهمه. مش قادره اقول لحضرتك انه قد ايه السياحه الداخليه شغاله، السياحه الداخليه شغاله في الغردقه وسهل حشيش، وفي نقطه عايزين يبقى كومبلي على طول، مفيش مكان ناس واقفه على طريق الصابع. ساعات المستشاره حضرتك قلتي مصر تحتاج الى الجديه، طيب اكتر حاجه بقى عجباكي في مصر، اكتر حاجه عجباكي في مصر، في الشعب المصري، في اكتر حاجه كده مبسوطه منها تقولي لا بالذات ده مش عايزاه يتغير؟ يعني الانفتاح على ثقافات مختلفه، الانفتاح، الناس بيحبوا ثقافات مختلفه، بيسالوا عن هذه الثقافات، بيتعلموا اللغات، بيتفرجوا على كل الفنون الثقافيه المختلفه، يعني انفتاح على العالم. يعني بس الصيني اصعب من مصر، يعني صعب ان احنا نتعلم صيني. في ناس كتير بيتعلموه دلوقتي في طلبه كتير وبيجيدوا لغه صينيه، بيشتغلوا في السياحه وفي الترجمه. اكتر مكان بتحبيه في مصر ولا في القاهره؟ يعني ابدا بالقاهره، اكتر مكان بتحبيه في القاهره؟ انا بحب السيده زينب، الحته اللي خان الخليل. بتحبي مصر القديمه؟ قديمه، ايوه مصر القديمه، المباني اللي فيها طراز العربيه الاسلاميه قديمه. منى قالت لك الهرم، يعني مثلا تحطي الهرم جنب سور الصين العظيم باعتباره من معجزات الدنيا وعجائبها. القاهره القديمه تشدك اكتر من الهرم عشان ممكن ادخل فيها اكتر، ربما هرم يعني كبير قوي، ضخم قوي، فواحد يبتعد عشان يتفرج عليه، لكن خاني خليل ممكن تدخلي فتحس الناس تعيش تمتزجي. بصي الله على التعبير الجميل. انت بتكتبي؟ انت كاتبه؟ والله ما عنديش وقت اكتب كتير. لا مش مهم، ما عندكيش وقت. انت اصلا يعني بتكتبي حتى لو ما عندكيش وقت؟ ما فيش وقت في الحقيقه، لا اكتب كتير. أوكي. لكن احيانا بسجل. طب لما نزلتي بقى القاهره القديمه والمعز وحاره المعز وكده، استاذه سهير عزمتك على ايه في اكلات مصريه؟ عزمتيها استاذه سهير؟ لا بعزمها في بيتي. ولا في البيت؟ في بيتها. طب احكي لنا بقى اكلتيها ايه اكله مصريه؟ بصي انا بحب قوي بالذات الدول اللي بحس بيهم، يعني زي الصين وزي الهند، دول بحس انهم لازم يجوا البيوت. أيوة. لازم يشوفونا. أيوة. جوه، ايوه يحسوا دلوقتي هم بياكلوا البط بيت واحد، بياكلوا البط بطريقه غيرنا خالص، جميلة. هم بطريقه غيرنا، العسل والبصل والكريب الملفوف. لا احنا هنحشي بصل. اكلتيها البط بتاعنا بقى؟ هنحشي بصل. اكلتيها البط بتاعنا؟ بالامانه انه بقى انهي يعني حسيتي انه ايه ده بط برضو ولا حسيتي ايه؟ طبعا مختلفه، طبعا مختلفه، لكن برضو بط. اوكي. اكلت ملوخيه وطعميه والحاجات دي ولا لا؟ مش فاكره بقى. ملوخيه اكلت ملوخيه؟ لا اكلت طعميه. طعميه كل فتره لازم اكل طعميه. هم اكل الصيني جميل جدا. سعاده المستشاره، انت بتحبي القاهره القديمه، طب خارج القاهره بقى ايه؟ رحتي فين في مصر او ايه المكان اللي يستهويكي؟ السياحة الثقافية، الآثار والمتاحف، ولا سياحة الشط والبحر والألعاب المائية، ولا مثلا السفاري اللي في الصحراء، ولا إيه؟ دايفنج، ولا إيه؟ في الحقيقة يعني مصر لديها كثير شيء بينجذب، يعني أنجذب إليه. فطبعا أنا أحب كثيرا الثقافات العريقة في الأقصر وأسوان، رحت مرات كثير كثيرة، وأقرأ دايما، يعني كل شوية أقرأ في كتب عن الثقافة الفرعونية. ولكن عندما أريد أستريح أذهب إلى البحر الأحمر، أذهب إلى شرم الشيخ، جميل جدا، وسنويا لابد أن أستريح في شرم الشيخ. يعني في الحقيقة لا أستطيع أقارن، كلها جميلة. هل المرأة الصينية هل المرأة الصينية تقدري تقولي بضمير مستريح كده أنها واخدة مكانتها في الصين؟
فيش اي تمييز بينها وبين الراجل، لا في الاعراف ولا في المراكز ولا في كذا ولا في الحقيقة. المجتمع في وقت الحاضر هناك نحن نسميه يعني ثقافتين في مجتمع واحد، بمعنى ان هناك ثقافة للمدن وثقافة للارياف. كويس. ايه بقى الوضع هنا وهنا في كل العالم؟ ففي مصر، في الصين ايضا، يعني اذا تكلمنا عن المرأة في المدن ممكن نقول هي اخذت كل حقوقها وما فيش اي تمييز. ولكن لو ذهبنا للارياف او اماكن بعيده النائيه والجبال والبتاعي يكون في مشكلات، فما زال هناك عديد من المشاكل. خلاص احنا نازلين للتتر استاذ سهير، عايز عقبالنا يا رب. تحبي تقولي ايه في نهايه الحلقه استاذ سهير؟ انا عايزه اقول عايزين نستمر وعايزين نشتغل على طول بقول ومصر جميله بقى زي محمد طه والنبي. بس وجهي كلمه للمصريين ولا رجال الاعمال، الياس خيانه طبعا. بليز عايزين نستمر في الشغل، ما نقعدش نقول على الماضي. خلينا سعاده المستشاره كلمه اخيره لان خلاص التتر نازل. في الحقيقه اتمنى من كل قلبي التقدم والازدهار لمصر وتعدي بسرعه هذه المرحله مع العمل الجدي. مع العمل الجدي. سعاده المستشاره الاستاذه سهير نورتونا، وحلقتنا النهارده انتهت من ستات ما بيعرفوش يكذبوا. ولازم اختمها اقول مصر جميله ومصر امان ومصر حضارات ومصر ثقافات، وبكره ان شاء الله يوم جديد منها برنامجنا الستات ما بيعرفوش يكذبوا.